محاسن الإسلام بمحاسن الإسلام فكر وهدى وأخلاق وذكر قيم بها نرقى سماء كلها عز وفخر هو هكذا الإسلام دين نهجه لطف ويسر ومحاسن الإسلام لا عد سيحصيها وحصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم محاسن الإسلام. إن أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله حق الوالدين، ولا أدل على ذلك من كون الأمر ببرهما والإحسان إليهما جاء بعد الأمر بعبادة الله وتوحيده. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بل وتقدم برهما على الجهاد في سبيل الله، فعندما سأل الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وقرن الله شكرهما بشكره تعالى فقال: أن اشكر لي ولوالديك. ولبر الوالدين صور كثيرة، فمنها الصدق معهما وطاعتهما وحسن الخلق معهما، كما في الحديث: البر حسن الخلق. ومن أعظم صورها في حقهما الصلة وفعل المعروف والخير لهما. لقد تحملت أمك بحملك أثقالا كثيرة، ولقيت وقت وضعك مزعجات وآلاما، وتعبت في تربيتك، وساهرت في مداراتك، وقدمتك على نفسها في كل حال. أما أبوك فقد حواك بمحبته وشفقته وتربيته بالكسب لك والإنفاق عليك. والعاقل يعرف حق المحسن ويجتهد في مكافأته. وغفلة الإنسان عن حقوق المنعم من أرذل الصفات والأخلاق، لا سيما إذا أضاف إلى ذلك المقابلة بالسوء. ومهما فعل البار بالوالدين وبالغ في برهما فلن يوفي حقهما لعظمه. فيروى أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن لي أما بلغ بها الكبر، وأنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري مطية لها، أوضئها وأصرف وجهي عنها، فهل أديت حقها؟ قال: لا. فقال الرجل: أليس قد حملتها على ظهري وحبست أنفاسي عليها؟ قال: إنها كانت تصنع ذلك بك وهي تتمنى بقائك، وأنت تصنع ذلك بها وتتمنى فراقها. وقال رجل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: حملت أمي على رقبتي من خراسان حتى قضيت بها المناسك، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا زفرة من زفرات ولادتك. وبر الوالدين يكون بطاعتهما فيما يأمرانك به ما لم يكن محرما، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وتقديم أمرهما على أداء النوافل، واجتناب ما ينهيانك عنه، والإنفاق عليهما، وتلبية رغباتهما، وتوفير ما يحبانه، والمبالغة في خدمتهما، والتعامل معهما بأدب ووقار، فلا يرفع صوته عليهما، ولا يحد النظر إليهما، ولا يدعوهما باسمهما،
بل لا يمشي وراءهما ولا يتقدمهما إلا أن يميط الأذى عنهما ويصبر على ما يكره مما يصدر منهما ولا يقطع حديثهما. كذلك مما ينبغي له أن يدعو لهما وأن يكثر من ذلك، ويدعوهما كذلك إلى الإسلام إن لم يكونا مسلمين. روي عن رجل خرج يمشي في حرة المدينة وأبوه يمشي خلفه، فرآه أبو هريرة فلحق به وقال: من هذا الذي يمشي خلفك؟ قال: أبي. فقال أبو هريرة: أخطأت الحق ولم توافق السنة، لا تمشي بين يدي أبيك، ولكن امشي خلفه أو عن يمينه، ولا تأخذ عرقا أي لحما مختلطا بعظم نظر إليه أبوك فلعله قد اشتهاه، ولا تحد النظر إلى أبيك، ولا تقعد حتى يقعد، ولا تنم حتى ينام، ولا تسمه باسمه، ولا تجلس قبله. والبر لا يقتصر على الوالدين الصالحين المسلمين، بل يجب لهما وإن كانا غير مسلمين، فعلة برهما الوالدية. يقول الله تعالى: وبالوالدين إحسانا. وقال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهذا البر يستمر حتى بعد موتهما. ففي حديث أبي أسيد الساعدي قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. ففي هذا الحديث وغيره دلالة واضحة على أن بر الوالدين لا ينحصر في زمن حياتهما، وإنما هو شامل لحال الحياة والممات. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات، نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، ولكم جزيل الشكر لمتابعتكم الطيبة، ونلقاكم في لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمحاسن الإسلام فكر وهدى وأخلاق وذكر قيم بها نرقى سماء كلها عز وفخر. هو هكذا الإسلام دين نهجه لطف ويسر، ومحاسن الإسلام لا عد سيحصيها وحصر.